اتنصبت اصابه حربيه وبطلت اجري اليمين. وطبعا بعد ما اتصابت حالي من حال كل الناس السوريين وضعي تأزم وتركنا دراستنا وتركنا بيوتنا وبدأ يعني صار حالنا من حال كل الناس والحمد لله رب العالمين. لا عاد اقدر اشتغل وانا عندي عائله وعندي ولدين وما عاد اقدر امن قوت يومي بسبب اصابتي يعني وبدري ونحن في بلد ما بتسم تشتغل ايش من كان. 2016 ركبت طرف والف الحمد لله رب العالمين صار وضعي افضل بكثير، صرت اقدر اشتغل واتحرك واقوم قدام اولادي وعيالي واهلي. فتقريبا صار لي شهرين ثلاثه هلا بعد ما ركبت الطرف، صار من 2016 صار عندي شويه مشاكل بالطرف وما عاد اقدر وصار هيك يعيقني شوي في قدمي المبتوره. فيوم جينا لعند الدكتور الله يجزيه الخير ووعدونا ان شاء الله يجددونا الطرف والله يجزيهم خير على كل حال. طبعا مرضاتنا هني مرضى غالبا مرضى مزمنين، مرضى عندهم اعاقات، فهني بحاجه كبيره للخدمات الطبيه. طبعا الخدمات اللي بيقدمها المركزيه، الاطراف الصناعيه، المقومات بالاضافه لصيانه الاطراف الصناعيه والمقومات بالاضافه للعلاج الفيزيائي بالاضافه للمساعدات الحركيه في حال توفرها، ايضا بالاضافه لاستشارات الطب الفيزيائي واعاده التاهيل. دائما الطرف الصناعي هو بحاجه لصيانه متكرره، ويعني كل حوالي 5 سنوات بحاجه لتغيير الطرف بشكل كامل. كان عدد كبير من المرضى اللي عندهم اذيات الحبل الشوكي، هدول مرضى غالبيتهم بعد ما يخضعوا لتاهيل وعلاج فيزيائي هن بحاجه لانهم يحصلوا على مقومات لحتى يحسنوا يتدربوا على الوقوف والمشي. طبعا كمان عندنا الاطفال اللي عندهم شلل دماغي، هدول عددهم كبير جدا حاليا بمنطقه الشمال السوري.